والذي يقترب من نهايته. هناك أيضا بخسارة لفريق الفيحة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فريق العين. بالأمس استطاع فريق الاتحاد الفوز على القوة الجوية العراقي بهدف مقابل لا شيء في الوقت الأخير، وأيضا فاز فريق الهلال بنتيجة ثقيلة على فريق مومباي سيتي. صافرة حكم المباراة، ضربة البداية لشوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا، التحيل في حركة آسيوية أخرى، في انطلاقة، في التقدم، لكن الكرة العرضية بعد ذلك من جانب ساديو ماني إلى خارج. 1-2 تلسكا يتقدم، الله! سلاح النصر الثقيلي كاد أن يبدأ مبكرا. ضربة أولى كادت أن تأتي من وصول إلى النهائي، وكانت بالتأكيد أكثر مشاركة وصل فيها إلى المباراة النهائية. أيضا بلا شك بأن تكون الثقة بشكل أكبر ولكل لاعبين. سلطان إلى كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو أكثر من ساهم. ساديو عدى، بيرسل الكرة باتجاه تلسكا، سلم، تلسكا سلم، يا كريستيانو يا كريستيانو. الصناعة تستحق التحية، ولذلك كريستيانو يشكر. يا للتمريرة يا تلسكا، ابتسم في الجهة اليمنى، افتكاك الكرة من حارس المرمى. هناك راية وتسلل، هناك راية وتسلل، تأخرت فيها الراية ربما، لكن مايكل أولوردو كرة تصل بعد ذلك في نص الملعب. حكم المباراة، لكن أتمنى بأن لا تستمر. أولا وصلت إلى كريستيانو، راية وتسلل، راية وتسلل. هل سنشاهد في الحد عن البداية الكرة العرضية وصلت إلى نواف العقيدي. بدأت المباراة تنسب، تلسكا يرسل الكرة إلى الخيبري، ولكن هناك خطأ، وبعدين الآن إلونكا والخطأ، أخطاء اوكي، ولكن راسية بتبعد، تعود مرة أخرى، ليست لأحد. الكرة وصلت بعد ذلك إلى نواف العقيدي. اللي ما يتابع الحين بيلعب له كرة، أصلهم ليست لأحد. إلى الكوري، إلى إسماعيل، إلى العرضية، ولكن التغطية الناجحة من لابورد. وصلت أقصى اليسار، راسية عدت من جانب إيلونجا، صافرة، وهناك خطأ لمصلحة حيل. المحاولة، التصويبة من المعز علي، دقائق يتفوق فيها الفريق الأحمر، يريد في مكان إلى أوتافيو، ولكن بعض التمريرات الخاطئة التي نشاهدها في الشوط الأول. آسيا، نذكر بأن فريق تحيل وصل إلى السيمي فاينل في دوري أبطال آسيا في العام الماضي. مشاركاته السابقة في بطولة هم إلى ساديو، ساديو بيرسل كرة عرضية، تصطدم الكرة، تعود إلى ساديو، ممكن العرضية، عرضية في مكان، ولكن بمبدأ السلامة. 1 2 3 4 5 في منطقة الجزاء، الكرة تنفذ، رأسية وصلت إلى تلسكا، عرضية، رأسية، لكن ضاعت يا نصر، ضاعت يا عبد الإله من جانب العمري إلى ضربة مرمى، ولكن بعد ذلك مقطوعة، تتهيأ إلى كريستيانو، الله، تلسكا دار فيها، مستحيل، يا رب، جناح أو صانع أو مهاجم، النهاية واحدة، النهاية واحدة، هي من تلسكا، هي من تلسكا. إذا ما تجيك من كريس انتظر تلسكا. 1-0 بيمينه ولا يساره، ما تفرق كثير، ما تفرق كثير، الله يا تلسكا. 60 هدف سجل، 56 هدف في 76 مباراة، بالتأكيد رقم كبير جدا. إيلونكا يا إيلونكا يا إسماعيل، الله الإله، بحثا عن الفتاك، عدى، سقوط، ماذا سيقول الحكم؟ ركلة جزاء، لكن قبل ذلك هناك تسلل. الراية أنقذتك يا عقيدي، أنقذتك يا نواف. شوف اللقطة، هل كان أوتافيو لف ودار، لكن التغطية بعد ذلك من كريم وضياء. شوف الضغط، شوف هذه التمريرات، عرب في مكان، الكرة ما زالت، الكرة ما زالت، الضغط على المعز علي، التمرير إلى الظهير، الله يا نواف، تقدم ظهير التحيل فظهر ظهر النصر. يونكا إلى إسماعيل محمد، ولكن الكرة إلى خارج الملعب، هناك خطأ يشير إليه حكم المباراة أبو بكر الكاف،
لأدار سبق ونجح الغنام والعرضية كريستيانو أطليهم كريستيانو، ولكن حكم المباراة يشير إلى خطأ لمصلحة البرتغالي كريستيانو رونالدو في هذا الموسم. كان هداف بدأ يتحرك ناوي شيء لكن الحقيدي بيسيطر عليها. هذه كرة المعز علي وعاليا المعز يرتقي، لكن الكرة من إيلونغا قبل ذلك إلى خارج الملعب. هذا اللاعب الكيني وهذا الذي يسجل هدف النصر ويبحث عن أهداف أخرى، لكن قبل ذلك هناك خطأ على كريستيانو أو لمصلحة كريستيانو رونالدو. شوط أول كان كريستيانو، الله ساديو مستحيل يا رب، عشان الأسيست يا ساديو، عشان الصناعة، لكن الغنام أولا، العمري ثانيا، المحاولة مستمرة والتسديدة قد إلى صليم تلسك لمسة أوتافيو همسة، لكن كراها يوسف أيمن العالميين ميركاتو عالمي جدا، نقل أيضا مستوى بطولة دوري أبطال آسيا على مستوى المشاهير. كريستيانو استلم لكن بعد ذلك مرر المعز كوتينيو، الله عاد القائم يقف أمام تحيل في أخطر فرص الفريق العنابي. يهاجم لديك إيلونغا، لماذا لا تهاجم؟ تحيل يهاجم ويسجل ولكن الهدف يلغى، إيلونغا لا يصد. سلطان عدى، سلطان عرّض رأسية مستحيل ساديو، الله انتبه أن يعميك ضوء كريستيانو عن مراقبة ماني، قليل الكلام يترك أفعاله تتولى المهمة. هدف ثاني كان من سلطان، كان من الغنام بأهداف ساديو عدى إلى الغنام في يوه. لا 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 كلام كبير يا تاليسكا، التيك اوت شيء الكرة العرضية، الكرة تأتي لكن نواف العقيدي يبحث عن العرضية، الكرة تعود إلى كريستيانو والتصويبة قوية، الله ليس علينا رؤية السماء لنعرف من أين يأتي المطر، ليس علينا رؤية السماء لنعرف من أين يأتي النصر. يا كريستيانو يا كبير، هدف يليق بك، يليق بالعالمي، يليق بالقدم اليسرى. عن الضربة، عن الثالث الكرة بتتحول، هدف بنيران صديقة، الكرة من إسماعيل بأسس من المدافع، اصطدمت وصارت 3-1 في الوقت الذي كانوا يحتفلون بهدف كريستيانو بتصويبته بطلقته. يا للكرة التي كوتينيو صوب، الكرة تصل والتحل يقلص الفارق، تغير اتجاهها. يا للمباراة، يا للجنون، يا للشخصية التي تظهر، يا للتحل الذي لا يرفع المنديل، يا للكرة التي اصطدمت هنا أولا هنا ثانيا. دفاع النصر الآن يقدم الهدايا، طويل الآن العرضية، الآن المتابعة، ماذا أضاعت يا كوتينيو لماذا لم تكمل المثلث في الوقت الذي يحتفل فيه النصر بيوم تأسيسه المساندة. الله من الصناعة هدف يا ماني، المرمى تحرك، لا أحد أخطأ. يا للكرة ويا للعبة يا كريستيانو، يا كن أمرا متخيلا، هل تخيلت ذلك ولو لمرة؟ انظر، الله لا يمكن أن نتخيل ذلك، تشعر بأن المرمى صمم خصيصا لأهدافه، المفتاح الذهبي يفتح كل الأبواب. سنوات عديدة وأعوام مديدة لك يا كريستيانو. كوتينيو، الله يا كوتينيو، تبوك هدف في هذا التوقيت، التصويبة تأتي والهدف يأتي، والتحيل لا يموت بسهولة. إيلونغا يكتمل المشروع، يسجل الهدف الثالث، الله على التحيل، يقفون من جديد، يسجلون، يقلصون، وما زالوا ينتظرون. الكرة ترجع إلى ساديو ماني، ساديو بيرسل الكرة مرة